أجمل وأصياف الدنيا في هولندا، لكنه قصير مثل عمر الفراشات. يسعى أهل لاهاي كل عام لإشاعة روح المرح والتفاؤل باحتفال يسمونه مهرجان قوارب الزهور، والتي تسير في القنوات المائية في جو احتفالي تتنقل فيه على 3 مدن هولندية. يشهد فصل الصيف في هولندا العديد من المهرجانات التي تتنوع وتختلف مواضعها من مدينة إلى أخرى، لكن القاسم المشترك فيما بينها هو اعتمادها على الزهور والمحاصيل الزراعية الأخرى التي تشتهر بها هولندا كمادة أساسية، واختلفت طرق العرض والتقديم. الغاية الأساسية من هكذا مهرجانات هو الترويج التجاري للمنتوجات الزراعية واستغلال أشهر الصيف القصيرة في خلق نوع من الاحتفال وإشاعة روح الفرح. اليوم سنزور مهرجاناً غريباً ومتفرداً لكونه لا يعتمد الطريقة التقليدية الشائعة باستخدام العربات، إنما القوارب التي تبحر عبر القنوات المائية محملة بالزهور والخضروات والفرق الموسيقية كي تطوف في جو احتفالي على 3 مدن هولندية. تبدأ القوارب المشاركة بالتجمع في أحد الأنهار المحيطة ببورصة الزهور قرب مدينة لاهاي في وسط هولندا، لوضع اللمسات الأخيرة على الديكورات والمكياج قبل الاستعداد للانطلاق. نحن نشارك في هذا المهرجان منذ 5 سنوات. في كل مشاركة نقوم بعزف المقطوعات الموسيقية الخاصة بنا وعلى مدى 3 أيام. الأمر لا يخلو من المتعة بالنسبة لنا كفرقة موسيقية، وأيضا نقوم أحيانا بعمل دعاية لبعض المنتجات الزراعية، وهكذا تكون المنفعة متبادلة. ومن أجل تحقيق الغاية من المهرجان لابد من وجود الفرق الموسيقية التي تضفي جوا من المرح على الزوار والمشاركين. تتنوع المواضيع في القوارب، ما يؤدي إلى تنوع المواد المستخدمة في الديكورات، فبعضها يعتمد على الزهور فقط، والأخرى على الخضروات والفواكه، في حين يختار آخرون ديكورات غريبة كالقراصنة أو الحلويات. في هذا العام اخترنا موضوع الحلوى، وهو مرتبط بالمنتجات الزراعية. وكما تشاهدون عملنا كل شيء على شكل حلويات وبألوان جذابة تشمل الملابس والشعر والديكور، وفكرتنا تتركز على أن الحلويات هي أحد مصادر الفرح وخصوصا بالنسبة للأطفال. أتمنى أن يعجبهم القريبة الخاصة بنا. بينما تتم الاستعدادات ووضع اللمسات الأخيرة في هذا المكان، تجري في مكان آخر تحضيرات من نوع آخر استعداداً لاستقبال القوارب المشاركة في انطلاقتها الأولى كي يتم رسمياً بدء المهرجان.
أنا اسمي يان فيرهاين، المشرف على مهرجان القوارب الذي بدأ قبل 20 عاما. وقد كانت البداية بسيطة وبمشاركات محدودة، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين آنذاك 12 قاربا، تعرض منتجات الفواكه والخضروات. ولكن بمرور السنين ازداد عدد المشاركين وكذلك الداعمين وعدد القوارب، وأصبحت تعرض أغلب المنتجات الزراعية والزهور وبعض المنتجات الصناعية المرتبطة بها. من المهرجان هي لتشجيع المنتجين وإتاحة الفرصة لعرض منتجاتهم للناس كنوع من الترويج التجاري والسياحي أيضا. نتوقع يكون الحضور بحدود 600 ألف زائر أو أكثر من هذا العدد، إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الجو سيكون مشمسا ومعتدلا. يبدأ المهرجان في الساعة 11 صباحا باحتفال رسمي يقام على ضفاف أحد الأنهار التي تعبرها القوارب باتجاه المدن والقرى الهولندية، التي اصطف الناس على ضفافها بطريقة عفوية. Als er een verjaardag wordt gevierd, pas door de kleur en geur van bloemen. تسلك القوارب طريقا مختلفا، بحيث تستطيع المرور بأكبر عدد من المدن والقرى في رحلتها التي تمتد حتى الساعة 5 عصرا من كل يوم ولمدة 3 أيام، تنشر خلالها البهجة والفرح بين الناس. De laatste bloem, een allerlaatste groet. Bloemen geven kleur aan je leven, overal en heel je leven lang. Je kunt ermee zoveel liefde geven, een mooi gebaar, wees daarvoor nooit bang. Bloemen geven kleur. Overal en heel je leven lang. Je kunt ermee zoveel liefde geven. Een mooi gebaar, wees daarvoor nooit bang. Je kunt ermee zoveel liefde geven. Een mooi gebaar, wees daarvoor nooit bang. هكذا كان الختام. القادم أبهى وأحلى.